نحن المشكلة نبتعد عن مخاطبة الجيل، وخاصة بعتقد يعني الأعمار مثل حكايتنا هدول ما راح نحسن نأثر فيهم، لأنه هدول صار عندهم رؤية يعني صعب أنه تحسن تأثر فيهم. من أعطى الحق لهيئة التفاوض ومكوناتها؟ تعرفوا كلياتكم مكونات هيئة التفاوض مين؟ الحق في وضع ملف المعتقلين على طاولة التفاوض. هل برأيكم ملف المعتقلين هو ملف تفاوضي؟ اجتمعنا اليوم في بلدة الأتارب بناء على رغبة تنسيقيات الثورة السورية ومنسقين قطاعات، فكانت دعوة عامة لكافة المنسقين في القطاعات الموجودة في الشمال المحرر من ريف حماة الشمالي إلى إدلب بريفي الجنوبي والشمالي والغربي وإلى ريف الساحل وإلى ريف حلب الغربي والجنوبي. طبعا ضمن هذا الاجتماع ناقشنا العديد من المسائل، هي أولا التحديات التي تمر بها ساحتنا السورية من حتى الحراك السلمي ووضع الحلول لهذه التحديات إن شاء الله. أنا اليوم ما بصير أنا أتخلى عن مسؤوليتي أمام ثورتي، نحن بعد مليونين شهيد بيقولوا مليونين، لا أنا بقول مليونين شهيد، أنا بقول في عندي مليون معتقل ومفقود. في تعتبر ما حدا عم يوصل في مظاهرات كان اسمها جيد جدا ووصلت رسالتها، جبت المعتقلين ما اتفقنا عليها. المؤتمر أول شيء هو مخرجاته الأهم، أنه نحن رح نشكل لجنة تتواصل مع كل المناطق بالشمال المحرر، توسيع الرقعة الجغرافية، إعادة المظاهرات للشارع، توحيد أسماء الجمع وتوحيد الشعارات لحتى تكون ورقة ضغط على الدول أنه نحن ما زلنا موجودين. يجب أخذ الرأي الشارع بأي خطوة ستكون تقرر مصير الشعب السوري. لكن أنا أقول ما موقف التنسيقيات من هذه المؤتمرات؟ Yeah.